تركوا قضية القتل الشاب الشهيد شهيد الشهامة عبد الله الأخروسي في مدينة العريش، والمحافظ على فكرة زار أهل هذا الشاب اللي فدى بحياته، راجل طيب مسن كفيف، قصة كانت صعبة. هنشوف كده ده الشاب أهو، ده طالب في المعهد الفني الصحي، شاب زي القمر أهو، اختلته يد الغدر أربع شباب، ومشكلة كانت على البحر وبتاع. هنشوف فيديو ونحاول نتواصل مع أحد من أهله ونشوف مشكلة شهيد الجدعنة والشهامة عبد الله اللي بقدمه النهاردة عشان امسكوا نفسيكم. تعالوا معنا. الحمد لله رب العالمين. جيت على الشباب، معي بنت عمرها 5 سنين بتقول إن مدياني متخرف عند الأولاد على الشط. نادوا علي الأولاد قالوا تعال تخرف عندنا. أنا جيت عليهم قلت كيف حالكم شباب؟ قالوا الحمد لله، وقعدت عندهم. كان عبد الله على شمالي يعني. عبد الله قال للبنت بتاعتي روحي واحنا بنروح أبوكي. روحت البنت صغيرة لسه عمرها 5 سنين. ما فيش 3 دقائق، 3 دقائق بالضبط غير هجمين علينا الناس سنج وسواطير. اللي كانوا قاعدين حوالي 4 تنفار هربوا هجوا، واللي هو ضل عنده عبد الله حط ايده على راسه بيقول احنا مش تبعهم. قالها كذا مره احنا مش تبعهم احنا مش تبعهم. خبط عبد الله خبطه وشدوه عني زي كذا، لما شدوه خبطوه بيجي 6 خبطات. ما سمعتش غير صرخ واحد بيقول اسعاف. يعني العمليه ما خدتش دقائق. المهم بحسس ادور على عبد الله يعني موجود ولا مش موجود، ما لقيتش ولا واحد، لا من اللي ضربه. مشكلة كبيرة. ومعانا وانا بكلمكم في بعض لقطات من جنازة الشاب. على فكرة القضية دي كانت في نهاية شهر رمضان، يعني من حوالي شهر بس، لكن طبعا عشان وقت البرنامج والحلقات بعتذر عن التأخير في ذاعتها، لكن احنا بنضم صوتنا لصوت اهل الشاب عبد الله اللي بتشوف دلوقتي صور جنازته رحمه الله عليه. واعتقد المحافظ مشكورا هيكرم او كرم اسمه باطلاق اسمه على الشارع، وكل الشباب تفاعلوا وتضامنوا مع هذه القصه، مع هذه القضيه، قضيه شاب اغتيل في مدينه العريش. احنا معانا جد عبد الله بيحكي لنا برضو هو عاوز ايه. طبعا اكيد بيطالبوا بحق الشاب عبد الله. الجد اهلا بيك. الو، ايوه حضرتك استاذ طارق، اهلا بيك. وطبعا اقدم عزائي للاسره. حضرتك قول لي بايجاز القصه تاني، وطالبين ايه حضرتك؟ هو عبد الله شاب زي ما حضرتك تفضلت يا استاذ طارق. اولا بحيي حضرتك لإذاعة هذه القضيه، وتحياتي للاعداد. قصتنا بعيده خالص عن اي مشاكل في العريش. مشكله بين عائلتين، عائله بكير في العريش وعائله اخرى بدويه في بينهم مشاكل. وعبد الله كان قاعد على شط البحر مع راجل كفيف ملوش دعوه خالص في القصه نهائيا ولا مشكلة. فإحدى شباب عائلة بكير دخلوا عليهم بالسنج والسواطير، فدخل كان معهم شباب جريو. فطبعا عبد الله بيقول لهم يا جماعه احنا مش من الناس اللي انتوا بينكم وبينهم مشكله. فما سمعوش الكلام، خبطوه، كانوا يخبطوا الكفيف. عبد الله فدى الكفيف بخط بالضرب على دراعه، وخد الخطة في دراعه. طبعا بتقرير الأطباء إن الدراع خلاص باعتبار انفصل عن الجسم. فبرضو ما سمعوش الكلام، يقول لهم يا جماعة احنا مش منكم. أنا وهم عارفينه على فكرة يا أستاذ طارق، عارفينه أصلا، عارفينه أنا بس أصلاً. احنا دلوقتي في مدينة العريش بالذات أو بعض المدن اللي في شمال سيناء لازم الأسر تتحد لسبب، احنا بنواجه إرهاب ومتطرفين وأشياء وغرباء، فلازم الأسر هناك تتحد. إزاي تحصل صورة زي دي يعني؟ يا فندم دول بلطجية أصلا، حتى الحي كلهم بيشتكوا منهم، دول شوية عيال بلطجية أصلا.
يعني التحفظ يعني على نقول المتهمين، لكن بقيه الاسر انا بقر ليهم كل الاحترام، مش عاوزين نطلق على الاسر كلها كده. ممكن بنتكلم انا حضرتك، انا الاسر والعريش كلها فوق راسنا وعائلاتها معانا ومحترمين كلهم، انا بتكلم على الشباب دول. ايوه الشباب دول، المجرم ده، المجرم ده قول زي ما انت عايز، لكن اكيد الاسر والقبائل والناس اللي هناك. لا طبعا يعني احنا كلنا احنا قبائل وفي اعراف وفي تقاليد بتحكمنا حضرتك. طب تم القبض على المتهمين ولا لسه حضرتك؟ هو يا فندم تم القبض عليهم، والتحقيقات دلوقتي في النيابه جاريه على يعني على اكمل وجه والحمد لله، وتقريبا انه تم احالتهم لمحكمه الجنايات. طب الحمد لله ان الاجراءات، على فكره ده بيبين ان الحياه عندكم عاديه في العريش. ولكن ليه كلمة هنا وأنا أقدم هذه القضية، أنه طبعا لازم المتهم ينال جزاؤه اللي هو عمله، واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ونثق ثقة عمياء في تحريات الشرطة والنيابة، ونضم صوتي لصوت حضرتك. وطبعا المحافظ مشكورا كرم هذا الشاب، مش كده؟ طبعا المحافظ وجميع الأجهزة التنفيذية في شمال سيناء تضامنت وعارفة أن الراجل ده الشاب ده عبد الله هو راجل فعلا، يعني هو راجل لانه حمى راجل كثيف لا حول له ولا قوه. هو قصه انسانيه بديعه، يعني اقدم لروحه كل تحيه والرحمه، وده فدى راجل عنده كف بصر، دي الانسانيه، وده شهيد الراجل دوت يعني. طبعاً واعتقد المحافظ اطلق اسمه على شارع حضرتك. حضرتك المحافظ تفضل، سياده المحافظ، وزارنا في البيت لتقديم المواساه، وطلب يعني ترك لنا حرية اختيار الشارع اللي يطلق عليه اسم الشهيد عبد الله. ده شهيد الإنسانية في العريش عبد الله الأخرس. الأخرس في حضرتك. تمام يا فندم. حضرتك عاوز تقول كلمة أخيرة وأنا معاك، نقدم هذه القصة الإنسانية وتحية وثناء لصاحب هذه القصة لروح عبد الله الأخرس. اتفضل حضرتك عاوز تقول حاجة. أنا عاوز بس القضاء ياخد يعني يقتص لنا من هؤلاء المجرمين القصاص العادل بإعدامه، لا يشفي غليلنا ولا غليل أو أمه ولا غليل أي حد إلا إعدام الناس دي، لأنهم تعمدوا قتله، تعمدوا قتله بسبب إصرار وترصد. شاب زي كده لما نفقده إحنا، وهو على فكرة يتيم الأب، يتيم الأب. شوف حضرتك يعني كلمتي الأخيرة، طبعا الموضوع جهة تحقيق، ولكن ذهاب السيد المحافظ وأقدم له تحية لأسرة المجني عليه، لأسرة عبد الله، وإنه لهم اختاروا الشارع اللي يتم تكريم فيه، ده شهيد إنسانية، ده راجل على البحر، لا راجل كفيف ففداه واستشهد، ده إيه الجمال ده؟ ولكن مش عارف أقول إيه، يعني بلد لازم تتحد ضد الارهاب، يحصل كده محتاجه تفسير. صوتنا معصوم. اتفضل يا عم محمود. اتفضل يا فندم، اتفضل. قول لي كلمه اخيره منك وانا معاك هنا من خلال كاميرا، هو ده، اتفضل. احنا بنطالب يعني اسره الشهيد وقبيلته كلها، بنطالب القصاص العادل من هؤلاء المجرمين القتله اللي قتلوا ابننا بدم بارد دون مراعاه، حتى وهو بيدافع عن كفيف، عن راجل لا حول له ولا قوة. الناس دي ما ادركتش انه ربنا عاتب النبي من فوق سبع سماوات لانه اشاح بوجهه بس فقط عن الاعمى او اللي هو الكفيف، فربنا عاتبه. فما بال حضرتك انك جاي تقتل قتيل يعني الكفيف ده، وشاب يدافع عنه تروح تقتله انت باي ذنب؟ باي ذنب تقتل واحد بيدافع عن كفيف؟ احنا بنضم صوتنا لصوت الأسرة، لصوت القبيلة. احنا قبيلة، احنا من القبائل، اكبر قبائل شمال سيناء وعامة على مستوى الجمهورية، قبيلة الأخارسة، قدرنا ناخد حقنا بدراعنا. لا لا لا، ما عندناش كده، احنا دولة قانون مهما كان يا حاج محمود، وبنضم صوتنا لصوتك وبشكرك وقدم العزاء وقدم تحية للسيد المحافظ، واتمنى ان احنا نهدى شوية. ومش عارف ايه اللي بيحصل ده يا جماعة، مش عارف، عندنا كورونا وعندنا مشاكل. يلا نرجع.